تشيل مين من منصبه حالا في العالم كله؟ بايدن. تشيل رئيس امريكا تغيره؟ طبعا ده اشيله واديله بيه الجزمه. وجيب مين مكانه بقى؟ احمد ماهر مثلا؟ احمد ماهر الممثل. تخيل ده رئيس امريكا. هو ده ده بزعيقه واحده ينام امريكا بالمغرب. ولا نودي لهم حد يخربها؟ حد يخربها خالص؟ ما اعرفش يتعامل يعني يفشل. ما هو لو اديت لهم حد فاشل يعني ممكن ابعت مصطفى هريدي. مش حكايه فاشل هو في غير مكانه. صح يعني ده ما ينفعش باي شكل من المنطق يبقى رئيس جمهوريه اي بلد ولا رئيس بلديه. بالظبط يبقى رئيس جمهوريه امريكا. فانت أمريكا. دمرت امريكا. بالظبط. هو عامه غالبا الحلقه اللي بعدك او اللي بعدك يعني هريدي تسلم له هبقى احكي له ان احنا دمرنا امريكا بيه. تناوشوا ولا تلاوشوا؟ لا يا عمر انت اتحضرت خالص. ليه اتحضرت بايه مستوى الاسئله؟ لا ده لسه اوكي. تناوشوا ولا تلاوشوا؟ تناوشوا. طب تزيحوا ولا تحقوا؟ ما اعرفش يعني تحقوا. والله يعني تعرف تزيحوا؟ تزيحوا. لا يعني سلام يعني سهله كده مش هسالهولك. لا اختار حاجه انت واحساسك. ده دي الفقره دي روحانيه يعني. تزيحوا ولا ايه؟ ولا تحقوا؟ طب احقوا. صح حلوه فيها حاجه. حلوه فيها حاجه. صح. اكتر موقف محرج بيضايقك خنيق حصل لك مع عادل امام؟ يعني لما تروح مره متاخر عن التصوير. ده حصل كتير يعني معاك؟ حصل مرتين كده ولا حاجه. هو بيبقى عليه زومه. معلش انا اسف بس يعني اولا انا اتفاجئت ان انت اصلا كخالد انت النوع الملتزم. انت ازاي بتروح متاخر التصوير وتروح تصوير عادل امام متاخر؟ طب انا بقول لك مره مرتين. مره ما بتكت بتحصل يعني حاجه خارج ال السيطرة يعني حاجة بتبقى مش كتير. بس ساعتها كنا في التجربة الدنماركية. أنا جيت متأخر أول واحد. خدت الزومة الأولانية. كل ده بقى إيه؟ إحنا بنصور في الهرم وأحمد التهامي لسه في مدينة نصر. فأنا مش عارف عادل إمام هيعمل إيه معاه مع اللي جاي لسه ده. ده لسه هياخد له ساعتين كمان. وعصام إمام المنتج كمان ده ما بيهزرش. يا لهوي صدام حسين. أيوه. فكنت قاعد أنا مكسوف للواد تهامي. أيوه هو غلبان قوي بس غلبان وطفل. أيوه صح طفل. أيوه صح. وحصل له حاجة يومها؟ يعني خد الوش ولا؟ خد الوش. أول ما دخل الزعيم ما كلموش ورحنا مكملين بروفا. ففي شويه كمان فيهم توتر مش عارف ده هيعمل ايه. ويدوب ده تلاقيه اول غلطه راح لايشه مثلا. لا هو فقله بقى شويه كده. مين اكتر واحد شفته الزعيم بيلوشه وانت بتشتغل؟ انت اشتغلت معاه كتير قوي ومسرح وبتاع يعني حضرتك. لا هو بيلوش اللي هو مش مذاكر اللي مش شاطر ومش مش ملتزم. مش ملتزم. مش انا بقى في ده بيت بهدل. بالبهدل. لكن انا مثلا انا كل تاخير عليه كانت مره او مرتين في حياتي وعدوا لان هم كانوا في النص ساعه. مش في الساعتين ولا بتاع. حاجه زحمه حاجه بتاع تعدي يعني. ليه بس اقول لك ليه؟ براحة. لانه اول واحد بيجي التصوير. محرج قوي. محرج. ما هم الناس الجامده كده. ناس جامدين كده. دايما كان يقول لك ثلاث ارباع الحكايه التزام والربع الباقي موهبه. مرضيش يسمعني خلور مرضيش يفهمني مغرور هسيبه وهم يحددوا. وهم يحددوا. قولي بقى يا استاذ الاناناس بيفكرك بمين من المشاهير؟ انا ناسي. فكرني بحد من المشاهير. يبقى شبهه مثلا. ممكن بالشبه ممكن بالروح بتاعه الفاكهه ممكن بمواصفاتها. يعني الاناناس ده فاكهه خشنه من جوه شكلها عنيف بس لما تفتحها فاتحه ومسكره ممكن هشام عباس شكله كده شعره اكرد برضو بتاع خدته بالراس كده. الكنتالوب. الكنتالوب. الله ده تفكرك بواحده حلوه. ايوه يعني ممكن الكنتالوب تفكرك بمين حاجه كده. سلمى ابو ضيف. ماشي جميله. هي دي اللي وصلت كنت تحاول تفتكر اسمها. بحاول افتكر اسمها. ايوه ماشي. الدوم
بيفكرني بالمدرسه طبعا. الدوم بيفكرك بالمدرسه طبعا. الدوم ليه بقى؟ علشان العربيه الدوم اللي واقفه بره باب المدرسه. تعمل عصير دوم يعني ولا دوم يتاكل؟ لا دوم يتاكل. اوكي. اه انت عارف عمري ما اكلت ده اللي كسر سنانا واحنا صغيرين. ايوه بالظبط. انا بقى شربته عصير لان عمري ما اكلته معاه. لا كنت احبه جدا بعد شرست. المدرسه تروح جايب دومه كده ولو طلعت ناشفه الراجل ما رضاش يرجعها لك. البطيخ البهلطه ولا فكرت بمين؟ محمد فؤاد مش عارف اسمه. ايه البطيخ؟ مقبوله. مقبوله. لا وهو فيه بينه فوقش جميل. ماشي. لما يعمل رجيم ياكل ثلاث بطيخات. ده لما يعمل رجيم. لما يعمل رجيم هو اكيل جامد. اه ليه دايما يعني كلنا وانا اكيل. بس هو ما شاء الله خس دلوقتي. ايوه. الموز نيكول سابا. كنت بتعكسها وانت في التجربه؟ لا هي كانت طافيه. هي كانت طافيه عشان واخداها جد. جاي بقى مش عايز انا مش اللبنانيه بقى اللي جايه. وهي كمان انا اكتشفت ان انت عارف ان انا لما برشحها. ايوه جدا. انا فاكر اليوم ده كان في بنت السلطان. ايوه انا لا وانا مرشحها للزعيم لما كنا في امريكا بنعمل من مسرحيه. اوكي. فكان جايب واحده شكلها مش اجنبي قوي يعني. فقال لي برده مش مقتنع بيها. قلت له في واحده في حاجه اسمها الفوركاتس دي تنفع للشخصيه. ايوه انا فاكر الكلام. وبعد كده هو راح جابها من كلامي مش عارف ليه يعني. ايوه ايوه. فاول ما جت الاول قبل ما نشوفها جبت له مجله الموعد كان عليها الفوركاتس. ايوه. فقال لي هي دي. جت بقى شخصيه شكلها مختلف خالص. احنا قعدنا متنحين كده شويه ويبص لي وابص له. مش دعوه الصوره بقى. بس هي كان شكلها مختلف عن الاسطوره. كان جاي عادي تماما. ضربه ترنج. ولما شعرها وهي تون بوي شويه كده. ايوه صح. فمش هي نيكول سابا اللي هي جايه بقى. نيكول سابا في الوقت ده ايه يا جماعه؟ عندها الانطباع بتاع ان الفنانات اللبنانيه بيجوا هنا يلبسوا قصير بقى ويترمي عليهم افيهات وحاجات كده. فهي مش جايه عايز تعمل ده. هي عايز تستفيد من ان هي تشتغل مع علي امام وفي نفس الوقت هي عشان تعمل توازن تقريبا كانت هي كمان شخصيه جد. هي اصلا كمان جد. شخصيه جد نيكول. هو اللبنانيات كلهم كده عندهم حته. لا مش كلهم. حته عمليه قوي. لا بس هي دي حاجه مش وحشه على فكره. لا هي شخصيات هم زينا عادي في منهم كده وكده وكده عادي يعني. بس لكن بعد ما لبست بقى وبتاع لا هي فكت بقى. كنت في اللوكيشن؟ لا ما اقدرش لان عادل امام موجود. هو لوحده بس. بس. لو اخترت شغلانه غير شغلانتك كنت تبقى ايه؟ محامي. ايه ده يا راجل؟ ما انت خريج حقوق مثلا؟ لا انت مالك سينما عادي. مالك سينما عادي. كويس بس محامي؟ ماشي ليه؟ عشان قوة الشغلانة ولا عشان الفلوس ولا عشان ايه؟ ليه يعني تحب المهنة؟ المحامي كويس. خدها قاعدة. ممثل كويس. فانت كنت هتشتغل محامي عشان تبقى ممثل كويس وبعد كده تروح لا 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 هطلع الطاقة في في المحكمة. لو ما عرفتش تطلعها في التمثيل كنت هتعرف تطلعها في المحكمة. وتبقى نصاب قوي. ايوه تقنع القاضي. بس احنا ممثلين غلابة. انما المحامين الممثلين بيودوا الناس في داهية. لا ما هو شغلانه شريره برضه. اتفرج على فريد الديب الله يرحمه. يا ساتر. وهو بيأدي في المحكمه. يا ساتر. سعاده البيه ده سياده المتهم مش عارف ايه. فاهم ازاي؟ فالحاجات دي لا ده ده بيبقى يعني عنده اداء عنده حضور. عمرك جرحت واحده قوي؟ اكيد. قوي؟ لا مش قوي. هو ده حرام يعني بتوجع يعني انت متضايق؟ لا ممكن اكون انفصلت انا عنها. انا اللي انفصلت عنها لاني كنتش قادر مثلا اكمل. بس كلامك على حاجات صحوبيه يعني مش جواز يعني صحوبيه وانا خلعت. أوكي. حصلت يعني نادره بتحصل ساعات. بس الكلام ده كنت وانا صغير بقى يعني كان واحد مستحلي روحي. طيب. غنيت عشان القاه وبكيت كتير في اوان. ده مين ده؟ ولا هو حاسس بيه وما ولا دار في يوم اراضيك. ليه ليه؟ طب ليه يا كلب؟ ايه ليل وشو ونجوم؟ افتكرتهاش؟ لا برضو. اسال. كنت هتسال اسالك انت. طب صحيح فهسالك على فاكهه برضو ممكن تفكرك بحد. جوزة الهند. اوه احب جوزة الهند قوي. انا بقى محمد منير. محمد منير النخل والبلح اكتر والحاجات اللي هي اللي فيها. انا عشان هو جوزة الهند كده من بره لونه بني وتفتحه تلاقيه ابيض قوي. ممكن هو ده منير. حلو برضه.
عمرك عكست واحدة وأحرجتك؟ أكيد طب. لا إحراج حلو أو ضحكت قوي بعديها من كتر ما أنت أحرجت مثلا؟ اللي هو ما هو أنت ساعات أنا أصلا مشيت مصبتي ما أعرفش عاكس. فلما عاكس يبقى شكلي عبيط قوي. فاهم إزاي؟ أيوه أصل هي حاجة غريبة قوي إنك تعاكس واحدة وتعمل لها كده. في ناس رهيبة في الحاجات دي. وبتنجح. آه كان يقول لك إيه الفيشاوي فاروق الفيشاوي الله يرحمه كان يوقف العربية قدام مش عارف إيه معهد ايه اللي بتاع البنات يفضل واقف بالعربيه وضرب النضاره زمان بقى في الثمانينات بقى وبتاع فاهم ازاي فيطلع بالعربيه دي محمله اسالك انا السؤال ده بقى في الابيض والاسود تختار دور مين كنت تعمله اللص والكلاب شكري سرحان موافق انا ما كانش ليا شكري سرحان قوي فاي حد هيعمل الدور هيبقى تمام بالنسبه لي لا اصلا حدوته حلوه قوي وهو كان عادي كده تحسه فاهم جبنه بيضة من غير ملح قوي كان ايوه فاهم هو كان لطيف بس مش كاريزماتيك شكري سرحان كده شكري سرحان ممثل قوي مش عارف في ناس كتير تفتكرني يا علي انا ماليش اي علاقه بعيله سرحان الممثلين خالص صح خالص أيوة. كل الناس فاكراني اللي تفتكرني ابن شكري سرحان أيوة. وطبعا مع حفظ الالقاب وعم سامي سرحان وعم سامي سرحان ده بالنسبه لي جميل لان احنا اشتغلنا مع بعض في التجربه الدنماركيه أيوة. واشتغلنا مع بعض مسرح وهو من اطيب والذ الناس اللي ممكن تشوف في حياتك شرباطه وبيالف نكت عم سامي سرحان ده شخصيه مش سهله يا جماعه يعني لا لا لا. لذيذه قوي من الظرفاء في الوسط الفني ظرفاء يعني. العصر وما تتخدعش بالادوار بتاعته اللي كان عامل فيها كده وبتاع ده هو شخصيه لطيفه جدا فاكر مره لما عصام متولي بالغلط بيرجع كده وهو بيضحك راح بكل بدماغه داخل في بق عم سامي سنانه اتكسرت في ساعتها الراجل مش فاكر دي في المسرح بالصدفه عصام اخويا واقف بيتكلم وعم سامي جاي من وراه مش واخد باله فعصام في اللحظه دي بيضحك وبيرجع لورا فبالجمجمه في الفك فراح ده واسنان نزلت ودم ودخل على الاوضه هي كانتش اسنان هي كان الطقم بتاعه كان هيروح يا روح في كان هنضيع عم سامي سرحان في هزاره اوحش حاجه في الستات الجنان ان هم مش ستيبل مش لا لازم الست يبقى عندها حاجه ايوه لازم في حاجه لازم في حاجه الحاجه يعني دي بتضايقك بقى بتضايق في حاجه كده اهوت مثلا ايه تبقى قالت وتقول ما قلتش ايوه تقعد تتخانق ما قلتش ايوه يعني عارف انت اللي هي يعني يطلع جنان كده حلوه عشان كده الحكمه بتاعت اوحش حاجه في الست ان هي مش راجل ممكن طب احلى حاجه في الست ايه جدعنه الجدعنه لما تبقى ست جدعه دي لما تبقى ست جدعه تبقى حاجه جميله بتبقى اجدع من الرجاله كتير كمان اصلا تخيل هي جدعنتها حلوه ايوه هي جدعنه الست حلوه انت كمان عشان لما تبقى راجل وتلاقي ست عادي لما تلاقي واحد صاحبك جدع عادي لما تلاقي ست جدعه بتختلف برضه غير لي كاست فيلم صلاح الدين الايوبي خليه كوميدي مين يعمل الناصر صلاح الدين اسماعيل ياسين اوكي ده يبقى الناصر ها الناصر الدين ده اللي هيحرر القدس ده اللي هيحرر القدس ونجيب عيسى العوام عبد الفتاح الاسري ده عيسى العوام عيسى ده اللي هيعمل الميشن اللي هيعمل طب وريتشارد قلب الاسد ريتشارد قلب الاسد حسن فايق مثلا يعني ايه ممكن استيفان روستي ممكن استيفان قوي ولا 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 اقول لك انا حلو اقول لك انا حلو نخلي ريتشارد عبد السلام النابلسي ممكن كويس ونخلي ستيفان روستي اللي هو ارثر اللي هو فيرجينيا جميله الجمالات زينات صدقي زينات مظبوط يا لهوي ده كاست حلو قوي على فكره قوي الله اوكي ومين عمر الحريري اللي هو ملك فرنسا اللي ملك فرنسا اللي طلع كلوت في الاخر محمد شرف الله ده كاست حلو قوي قوي ممتاز في حاجه ما 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 ما, ما رغيناش فيها في اي حاجه هايفه فاتت علينا متهيألي لا احنا عملنا حلقه في منتهى الهيافة بجد أيوه. امان يعني امان لا هيافة يعني طب انت كنت وحشني خالد والله والله انت اكتر جدا انت اكتر وهتبقى حلقه عسل هتبقى حلقه عسل وهيشوفونا انا وانت مع بعض في حاجات قريب يا رب ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله.